اكل منهم. يبونك يا اخي. لا اله الا الله. حق حق. ها يا ساحبي. هلا شباب والله. ايه. احسن شيء سويته انت قبل شوي انك خليت الفصل بيدي. الله يبيض وجهك. يا اخي نتس انت ما شاء الله عليك. ها؟ نتس. والله بس توقعتك تديه الشيف. والله انصفق. والله شوف تبي رايي انا وجهه نظري خل مساله ان ذاك اليوم اعطاني 20 ولا ذا وجهه نظري انا ان فواز يوم اللي حط البصل طبعا يقولون الشيف اللي حط البصل الشيف اللي قطع له البصل الشيف اللي طبخ له يعني الشيف اللي فاز عندي نشيده اصلا اللي قطع عندي نشيده يا شباب لو صار ذولي فواز سرقهم من نفس الشيف كله بقى مزح عندي نشيده اي انا حتى انا ترى استهبل يا عيال عندي يعني. نشيده يا شباب انشوده انشوده يلا انا يا حبيبي ترى انا في هوا يا الغالي انت فاهم غلط يا شباب شباب ايوه تكفى نفسك ترى انا في هوا معناته ان في هوا يعني اجي واهزكم واتكلم عليكم يعني وافصلكم وافشكم صم 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 يا معاذ صم لو ماني صايم كان جيتك وتوطيت ببطنك انت وياه فكني عليهم والله العظيم والله العظيم في هوا في هوا لا يقلبك ورا والله يسببك المسبح اقسم بالله محمد جيب لك مايك يلا روح روح جيب لك مايك يا محمد 3-2-1 عطنا صدى يا نشيد يا مخرج ما في ولا كاميرا لفت علينا يعني ما في عندنا هوا يا الغالي على هونك من يق اوه الو ايه الو عطنا نشيد عطنا نشيد عطنا نشيد عطنا نشيد التفت سلم علينا ما ارتوينا من حنانك مشكله انا حطه كذا حتى القفله غلط حتى القفله غلط عصفور؟ لا انا بعطيك عصفوري عصفوري لابس بدله صوفي عصفوري عصفوري لابس بدله صوفي حط له ماكل يا اخي تخيل الله واربع رجلي الله رجلي يا كل البسيط ونذبحه بالسكين خلص يا عيال خلص اتقي الله والله راح تسال عنها هذه هذه عصافير يا شيخ كانت متينه صارت نحيفه الحين. بعدين ليش كل عصافير كلهم ذكر ذولي؟ لا 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 شلون بتولد؟ ذكر وين؟ لا لا من قال لك؟ يا ذكر وين؟ تدري من وين جايه ذي؟ جايه طلبيه من الصين. لا يعني الصينيات ما بصليات ذولي. لا من سويسرا. سوق الاهدل في جده مليان. ها؟ سكه فك انا سوق ايش؟ سوق الاهدل في جده. خصم دعايه. جرول هنا جرول في مكه. اقدم مكان. اقسم بالله سويت محمد حسنان زي كذا شفت شفت حركه طلعنا الدنيا؟ والله. وانا في المسجد قلت له انت صايم ولا زي كل سنه كذا عيونه فتح خلوها تاكل تبى تاكل وانت ماسكه والله دقيقه لحظه لحظه دقيقه طبعا مدرك العصافير مو مدرك العصافير يا اخي رجعها لا السوق الاهدل الملحاني تخيل تخيل انك عصفور انت وقفص اطلقوها نسوي مسابقه اطلقوها نسوي لكم مسابقه صايمين صايمين نسوي لكم مسابقه شباب احمد مهدي ما في مايك يطلع برا سبحان الله صحاك اخر يوم صحة شباب 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 في لعبه عليها جائزه قيمه عليها جائزه قيمه تعال يا ابن الحلال بتقول مين فاز بالكاس السريع فواز شباب في جائزه في في يا اله الوجود ليش ترى كنت تاخذ الطير حتى المايك زي ما قال ولد احمد الباني مركب المايك احسن منك اوف لا 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 يا عيال والله لو والله شوف النقاط تهمنا ترى الشياطين تطلقت تطلقت واحد منهم سقاري هذا خصم 100 والله والله المشكله ترى نبى المركز الاول يا معلم يا اخي هذا فن هذا فن هذا جميل يبتري لا اله الا الله خبر جرمر الاكترهاب لا اله الا الله يا امي كيف روحاني عن الام ما تجي يا امي ما شكل السماء يا امي ما شكل السماء يلا روح يا أمي ما شكل السماء عدل صدق يا عدونا صدق يا محمد عدل لا مايك يا خالد مايك معوق صدق والله شيخ مرتخي منك يا عم ربيع يلا 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 معاك يلا يلا هو طاف مايكي ألو بسم الله بسم الله ألو بسم الله يا شباب يا امي اليوم لازم اخربها يا اخي شكل السماء والضياء وما القمر بجمالها
حبيبي اطلع انا فوق. في صابه جديدين. ايش البرنامج كله صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يضربه بعد. يا شباب يدي نشبت في الفرشه. اوه شيخ ياسين. هلا 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 والله هلا وسهلا. الحين هذا كان اب دخل على عيال عرفت؟ يلا يا ولد يلا يا ولد. هلا هلا والله. يلا كل احد مكانه. السلام عليكم. ايش بوش؟